تحية والسلامات، سلامات لمالك وين يكون وين يسكن. أسعد الله مساك يا الشريف، شرفت على هذه المشاركة المميزة، والكلمة تعود إلى الزملاء هنا في عربة النغل للتواصل مع الشوط الخامس. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء بكل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة وسرور وسلام. نجدد بكم اللقاء حيث الانطلاقات وحيث التحديات وحيث التنافسات المستمرة والمتواصلة هنا لسن اللقاية ومسافتنا 5 كيلومترات، انطلاق خامس أشواطنا بتعداد الأشواط مساء هذا اليوم مباشرة. أبحر مع الصدارة حيث المركز الأول وحيث الجدارة، لنتحلق هناك ولنتعرف على المركز الأول، ليشاهد خلابة لياتي حميد بن عبيد بن حسن مقدمنا العلي خلابة على المركز الأول. المركز الثاني حيث انطلاق ظن لياتي مسري بن سالم بالعرطية الحميري مقدما لشعاره على المركز الوصيف. المركز الثالث حيث تسلل إدارة راشد بن حمد بن مبارك المهيري مقدما للإدارة على المركز الثالث. المركز الرابع حيث الوصول والتسلل، حيث الانطلاق المميز الممرضة من ياتي سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري مقدما للممرضة على المركز الرابع. المركز الخامس حيث تسلل منصورة محمد بن حمد بن سباع السادي ياتي مقدما لمنصورة على المركز السادس. المركز السابع جناح حمد بن عبد الله بن علي مقدما لجناح بوهليبة لياتي مقدما لشعار مقدما للإثارة. لاحظ جواهر اللي تسللت سهيل بن علي بن عبيد بن حمد الأغفلي أيضا مقدما أحد نوعياته الفاخرة. لاحظ أيضا الانطلاق وصلت نود سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي مقدما لنود. المركز التاسع حيث انطلاق مميز وحيث تحد خطير وانطلاق من الرعبية منصور بن حماد بن سالم الاكتبي. وعاشرا حيث انطلاقات وابداعات وتحديات اللي واصل الجفا محمد بن هادف بن حمد بن محمد الشامسي حيث انطلاقاته. اذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام وبكل مكان، اذعنا لمسامعكم 10 المراكز المنطلقه، العوده والمركز الاول، العوده حيث الصدارة، العودة حيث الجدارة، العودة حيث المركز المرموق. أهلا بخلابة على المركز الأول على الصدارة الأولى، حميد بن عبيد بن حسن بالركاضة العلي من يقدم لنا خلابة على الصدارة الأولى. المركز الثاني حيث انطلاق مميز حيث تحد خطير بالوصافة ظن لتاتي مقدما للظنون مسري سالم بالعرطي الحميري مقدما لنوعياته الفاخرة مقدما لإبداعاته وانطلاقاته. الزود على المركز الثالث محمد بن فاهد بن سعيد المزروعي على المركز الثالث مقدما لشعاره الرنان مقدما لانطلاقاته فنان. لاحظ المركز الرابع إرادة اللي وصلت راشد بن حمد بن مبارك المهيري مع إرادة على المركز الرابع بانطلاقات وتحديات وتنافسات وانطلاقات ممتازة. لاحظ الخامس اللي وصلت به الراعبية منصور بن حماد بن سالم الاكتبي قادما يقدم الراعبية أيضا التسلل والوصول من الممرضة
اللي وصلت سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري لاحظ التسلل والوصول من غزلان عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي يقدم لنا غزلان ينطلق بانطلاقات مميزة وبتحديات خطيرة وبتحديات مثيرة لياتي مقدما لإبداعاته. لاحظ التسلل أيضا والوصول وصلت نود سعيد بن عبيد بن سعيد المرشود السبوسي قادما مقدما لنود ينطلق بتحدياته وبإثاراته ينطلق بشعاره الرنان. لاحظ اللي وصلت النعيمية اللي وصلت مظفر بن محمد بن خموشة العامري قادما مقدما ايضا لشعاره مقدما لانطلاقاته المميزة وبتحدياته الممتازة. لاحظ الانطلاقات لاحظ التحديات 1200 انطلاق وتحدي وابداع حيث الصدارة والمركز الاول خلابه على المركز الاول حميد بن عبيد بن حسن بن كاظم العلي من يقدم لنا انطلاقه من يقدم لنا الاثاره من يقدم لنا شعاره على المركز الاول. ولكن تحركت الزود تحركت الزود محمد بن فاهد بن سعيد المزروعي ينطلق بانطلاق مميز ينطلق بتحد واراده على المركز الثاني يغير على المركز الاول بانطلاقات وبتحديات شعاره الرنان شعاره الفنان يغرد في منطقة تعرف بأنها أمان في كادر العلوية في المركز الأول. أهالي المدينة يقدمون الزود بانطلاقات محمد بن فاهد المزروعي يأتي مقدما لانطلاقاته مقدما لإبداعاته. لاحظ جناح اللي وصلت حمد بن عبد الله بن حمد بوهليبة قادما مقدما شعاره مقدما لانطلاقاته. الله يمتار الفنون الله يمتار التحدي يمتار الإثارة. شاهد أيضا الانطلاق المميز مثائل اللي وصلت محمد بن خلفان بن محمد الأغفلي ولكن الزود اللي ما سلمت آخر 200 متر آخر الأمتار لاحظ انطلاقات وتحديات مثائل اللي وصلت محمد بن خلفان بن محمد الأغفلي ولكن الزود ولا مثائل الزود. تهانينا والناموس لمالك الزود محمد بن فاهد المزروعي المركز الثاني اللي وصلت فيه مثائل ومحمد بن خلفان بن محمد الأغفلي المركز الثالث حيث وصولي جناح احمد بن عبد الله بن علي بوهليبه والمركز الثالث حيث وصولي اراده حمد راشد بن حمد بن مبارك المهيري والمركز الخامس اللي وصلت بجواهر سهيل بن علي بن عبيد الأغفلي. إذا هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام التوقيت الزمني. إذا هكذا الانطلاقات والتحديات والتنافسات.